بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مين بيقول ايه؟ في ناس بتقول ان السماء ما فيهاش لعب ومراجيح، احنا مش عاوزين نروح السماء. خلي بالكوا السماء دي حاجه حلوه قوي، بس احنا ما نعرفش نتخيلها. لما انت كنت بيبي زمان جوه بطن ماما كنت شايف المراجيح واللعب. النهارده انت مبسوط باللعب، بس لو قالوا لك وانت بيبي جوه بطن ماما ان في حاجة اسمها لعب ومراجيح ما كنتش هتفهم حاجة. ربنا قال لنا السماء حلوة قوي، اكتر من اللعب والمراجيح، واحلى من اي فسحة في الدنيا، واحلى من اي شوكولاتة او حاجة بتحب تاكلها. السماء فيها ربنا وماما العذراء والملائكة وكل الناس اللي بتحبهم يبقوا حواليك. ايه رأيك السماء دي حاجة حلوة قوي؟ ربنا قال لنا احنا هنعيش شوية على الارض، بس هنعيش على طول في السماء. هنتعب على الارض، مش هنتعب في السماء. ممكن نعيا في الارض، بس مش هنعيا في السماء. في ناس بتموت في الارض، لكن مفيش حد بيموت في السماء. في ناس بتعمل حاجات وحشة في الارض، مفيش ولا حاجة وحشة في السماء. يمكن نعيط في الارض، مش هنعيط ابدا في السماء. يمكن يبقى في مشكلة في الارض، مفيش مشاكل خالص في السماء. في ناس وحشة في الارض، مفيش ناس وحشة خالص في السماء. على الأرض في حاجات بتضايقنا وبتخوفنا وبترعبنا، مفيش في السماء حاجة من دول، كل اللي في السماء حاجات حلوة أوي. حتى لو مش عارفين نتخيل السماء نقدر نقول السماء حلوة أوي أوي أوي. عشان كده ربنا بيدينا أحلى حاجة، عاوز يدينا كلنا السماء، بس قال لنا اللي هيدخل السماء لازم يلزق فيه، لازم يمسك فيه، لازم يصدق فيه، لازم يحبني ويحب كل الناس، لازم يتعمد عشان ياخد اسمي وعشان يبقى مسيحي ويقول يا رب انت بابا وبابا مسؤول عني، خدني عندك السماء اللي انت عاوزها. ولازم يتناول عشان يلزق فيا والزق فيه واخده معايا السماء. السماء حلوه قوي، ما تخافوش. يا بخت اللي بيروحوا السماء، احنا كلنا بنقول يا رب عاوزين نروح السماء. كل ما نصلي ابانا الذي نقول له ايه؟ عاوزين نروح السماء، عشان السماء حلوة قوي وما فيهاش ولا حاجة وحشة من اللي حوالينا في الدنيا.